المتفكرون غير دائما ما يكون بس عبنون عبنون مخاخر الله حيئي هاني داري مخزة تين مخاخر حلق لعيبة المغربة شوف غادي نقول لكم غير واحد المساله فئه كتقول لك يمكن اللاعبين خرجوا من المنافسات على ان ضد المنتخب السعودي 10 اللاعبين ما شاركوش وحاول ان عموته يريح اللاعبين ربما كان لاعب على الجزئيات ديال المباراه ديال الجزائر مع مصر اللي كان بدلات فيها مجهود للمنتخب لان كان لا المنتخب المصري ولا المنتخب الجزائري كان كيحاول على انه يتفادى المنتخب الوطني وما تشوفوش خصكم تعرفوا الشارع القطري كان فرح للمصريين ولا التوانسه على ان المنتخب الوطني تقصى راه كاين شي حوايج ما كيعرفوهاش الشارع المغربي ولكن في الكواليس راه اللي تلاقينا في الشارع كيقول لك الحمد لله على ان الاسود الاطلس خرجت من المنافسه ولكن خصنا نعرفوا واحد القضيه الفريق الوطني لا المباراه الاولى ولا المباراه الثانيه كيتقال بانه المنتخب الفلسطيني ولا المنتخب الاردني انهم ماشي فرق راه كتشوفوا المنتخب الاردني كيفاش جرى المباراه ديالو الاخيره ضد مصر لانه وقف الند بالند وكان متفوق على المنتخب المصري ورجع المنتخب المصري صعوبه المغرب في المباراه الثالثه لعب على جزئيات وفعلا المباراه ديال الديربي اللي كتكون ضد المنتخب الجزائري وضد كاع المباراه ديال شمال افريقيا كتخلي على ان هذه المباراه كتلعب على جزئيات بسيطه المنتخب الوطني دخل تفاجئ حسين عموته على انه قال بان اللاعبين في المؤتمر الصحفي على انه ما قدموش حتى 30% وقال في نفس الوقت على اننا هذيك 30% استطعنا اننا نخرجوا مع المنتخب الجزائري اللي كان شرس بجوج لجوج يعني ضربات الحظ ملي كتوصل ما كيبقى لا تكتيك ولا كيبقى اللاعب والحارس المرمى للاسف البركاوي ضربه الجزاء الصعيبه هي الرابعه ضيعها اوتوماتيكمون كترتفع المعنويه عند المهاجم ديال اللي قذف ضربه الجزاء الخامسه لان اللي سجل المنتخب الجزائري غادي يكون في المربع الذهبي وبالتالي هذو هما الجزئيات اللي تلعبات صراحه كانت الظروف جيده اولا اهني قطر صراحه مشات بعيد لا في الملاعب ملعب لا يشبه ملعب صراحه يكفي ان لا المهندسين اللي قاموا بهذا الملاعب اللي كيوجدوها لكاس العالم شفنا 6 الملاعب من اصل 8 ملعب لا يشبه ملعب لي مترو استعملوا بواحد الطريقه سلسه اللي غادي يوجدوا لكاس العالم انه سلموا واحد البطائق كما كتشوفوا لي بادج فيهم واحد لابيس انها ضروري كتبين الصوره ديال الانسان اللي دايز في الممر وبالتالي عندك بطاقه مانيتيك اللي كتعطيك الدوز في المترو بالمجان يعني النقل كان للصحفيين ولا لي فاين اي دي المشجعين بالمجان وبالتالي كان اللي جميل جدا هو انه اي محطه ديال المترو في كل ملعب حدا باب الملعب السلام عليكم كيف كتشوفوا البعثه الحمد لله وصلت بخير وعلى خير وحسن الجامعه انها قدرت انها تجيب الوفد الصحفي مع البعثه ديال المنتخب الوطني المغربي كانت رحله طويله اللي دامت قرابه 10 ساعات كان الاسكال في تونس بحكم ان التزود بوقود ومن بعد كيف كنشوفوا كنعرفوا القضيه ما بين الجزائر والمغرب كاين الحدود يعني حاولنا نمشيو لاوروبا ودخلنا يعني تزاد عندنا الوقت ديال الطريق نتمنى هذا المشكل يتحل في اقرب وقت بالنسبه للاجواء الاجواء جيده خاصه اللاعبين كنظن متدمرين لانهم كان الطموح ديالهم كان كبير لانه الحفاظ على اللقب والعوده بالكاس لكن قدر الله وما شاء فعل هذه كره القدم كيف نقولوا بطبيعه الحال النفسيه ديال اللاعب كتلعب كثير خصوصا انه كان الكل كيرشح المنتخب الوطني المغربي وحتى من بعد الماتش حنا اللي كنا الوفد صحفي يعني في عين المكان ما قدرناش نتواصلوا معاهم لانهم خصوصا في سال المباراه كل شيء خرج متدمر كل شيء خرج ماشي وعدك دونك مازال حنا جينا في الطياره نفس الطياره ولكن مازال التدمر والاسف والحسره كتبدي على اللاعبين المغاربه خصوصا كيف قلنا الكل كان عاقد الامل